بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق ومدبر شؤونهم، الذي شرع لعباده ما يصلحهم، وشرعه في حلاله وحرامه إنما لجلب المنافع لخلقه ودفع المضار عنهم في الدنيا والآخرة. كلفنا سبحانه وتعالى عن غير احتياج، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يؤثر عليه إقبال العباد على طاعته أو إدبارهم، وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأصلي وأسلم على القائد القدوة سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله، الذي دلنا على طريق النجاة ورسم لنا معالم الفلاح والنجاح، والذي خط لنا درب الكرامة والسعادة والسؤدد، والذي إذا ارتضيناه قائدا ومرشدا وهاديا ودليلا في مسيرنا في صحراء الحياة القاحلة بكل عقباتها وبكل تكاليفها وبكل معوقاتها وبكل أخطارها، إذا ارتضيناه وقبلناه وجعلناه هو القائد والقدوة والهادي والمعلم والمرشد، أخذ بأيدينا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله حينما خاطبت الأمة بقولك: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فاستعظم الصحابة الكرام: ومن يأبى دخول الجنة؟ قال: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم أكرمنا بحقيقة المتابعة لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق. اللهم اجعلنا ممن يقتفي أثره ظاهرا وباطنا، صورة وسيرة وسريرة. اللهم اجعله هو الأسوة والقدوة لنا، وسنمضي ربنا والعهد لك، سنمضي ونحن نصرخ في أذن الكون: يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب، والذين اقتفوا الأثر ومضوا على الدرب حذو القذة بالقذة، والذين أفلحوا حينما استمسكوا بتعاليم دينهم، وعزوا حينما كتبوا على الجباه قرابين هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء،
واجعلنا امتدادا لهم وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، نسألك اللهم سداد السير وثبات الخطى، نسألك أن تفتح أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، وأن تنور بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك. نسألك خالقي وأنت خير من يسأل، وإليك الالتجاء وعليك التكلان وبك الثقة، نسألك أن تقذف في قلوبنا وعقولنا نورا فرقانيا من لدنك، نبصر به حقائق الداء والدواء، ونبصر به حقائق الأشياء كما هي. إلهي إلهي أنت جاهي، فأرنا حقائق الأشياء كما هي. نعوذ بك من الالتفات، نعوذ بك من الانقطاع، نعوذ بك من الانحراف والانجراف، نعوذ بك من الانبتات، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الانتكاس والفتور، نعوذ بك من أن نساق بنظام التسيار الجماعي مع القطعان الهمج الرعاع الذين تنكبوا سبيلك وحادوا عن طريقك وشغلتهم الشهوات والملذات ومطالب الدنيا الفانية وضغوطات النفس الخسيسة. نسألك يا الله أن تأخذ بأيدينا حتى نصل إليك بك بمعونتك وتوفيقك. نسألك أن نكون غرباء زماننا حقا وصدقا. نسألك تحمل الضريبة وتحمل اللأواء والبأساء والضراء والزلزلة، ونحن نمضي قدما في بحار الغثائية المتلاطمة الأمواج التي تأخذ في كل موجة من موجاتها آلافا من أبناء الأمة إلى أودية الضلال والهلاك والفناء والبوار. أيها الأحبة، وما زلنا نمضي في ترتيب أوراقنا ونرتب للأمة أوراقها وقد اختلطت، وموضوعنا لهذا اليوم الغناء، دمار وهلاك وفناء للفرد، للأسرة، للمجتمع، للأمة، للأمم، بل للإنسانية جمعاء. الغناء حرام ظاهر في حرمته، وكبيرة وموبقة لا يشك فيها صاحب فطرة سليمة ولا صاحب عقل سوي. الغناء اسم عظيم، الغناء جريمة كبرى، الغناء مزمار الشيطان الذي ألهى الناس من خلاله عن الأحاديث وعن آي القرآن. الغناء فحش وخطيئة وعار وشنار، ورغم كل أوصافه ألفته الأمة، استساغت تعيش معه في ليلها ونهارها. ينشأ الصغير على أنغام موسيقاه وعلى سماع كلماته الخليعة الرقيعة تصدر من أفواه المخنثين والمخنثات والمجرمين والمجرمات، بدعم كفري مكري مبرمج. عرفوا أنه من خلال هذا اللون من ألوان الفجور والمعاصي والآثام، عرفوا أنهم يستطيعوا أن يخدروا الأمة وأن يحولوا مسارها وأن يرسموا لها فلسفة الحياة وأن يحددوا من خلاله الغايات. الغناء رغم ما سنسمع من الأدلة المتضافرة على حرمته المؤكدة وعلى خطره العظيم الكبير المخيف، قبلته الأمة واستأنست به واستساغته
وما عادت ترى فيه من باس، وصارت تنظر نظرة بلها فيها استغراب واندهاش وتعجب لرجل لا يسمع الغناء والموسيقى، او لا يختني اشرطة الغناء والموسيقى في بيته، او يعلن حربه عليه، خصوصا بعد ان البسوه اثواب الفن والتقدم والتحضر. بل صارت الامة تسعى بشيبها وشبابها الى ان تعقد له المهرجانات، وتقيم له الحفلات، وتنظم له المسابقات، وتدفع لعشاقه والممارسين له الجوائز القيمة، حتى تضل الأمة ويودى بها إلى قاع الوادي السحيق. أمة تتعرض للفناء، أحاط بها جلاوزتها، وطوقها جزارها، ويمكر بها أعداؤها. أرضها سليبة، ومقدسها مدنس، وأعراضها منتهكة، وأجيالها مهددة، وخيراتها منهوبة. أمة بدل أن تبني السواعد وترفع البنود وتقوي الزنود وتصنع ملاحم البطولات وتعد الأجيال لساعة اللقاء وهي آتية، بدلا من كل هذا غرقت في مستنقعات هذا الفن المسف، غرقت في أوحال هذه الألحان الرقيعة المائعة، غرقت في معاني تلك الكلمات الهابطة القذرة العفنة يرددها الكبار والصغار بلا استحياء، بلا خوف، بلا تحسب، يرددونها باستمتاع، وكأن الأمر صار أمرا طبيعيا وخلافه هو الغريب والشاذ. لذلك أيها الأحبة، للأمة أن تسمع صرخة مدوية وكلمة حق فاصلة في هذه المصيبة، بل الطامة، بل في هذه الجريمة المنظمة التي تمارس على أمتنا، وتلقى وتحظى بدعم وتهييد جماهيري عجيب من جميع شرائح الأمة، مع سكوت مطبق، سكوت مخزن من العلماء الذين لا يرصدوا هذه الظاهرة ولا يتابعونها ولا يحذرون منها، مع أنها غزت كل قلب وغزت كل عقل وغزت كل دار، وصارت عنوانا وشعار للصغار وللكبار وللمخدرات من بنات وأخوات وزوجات وأمهات الأحرار. أيها الأحبة، كلمة فصل عن الغناء وما يتبعه من الموسيقى وما يصحبه من المظاهر والمشاهد، نؤكد من خلالها بأن الغناء دمار وهلاك وفناء. قد يطول بنا لقاء اليوم حتى نعطيه حقه، وسيكون حديثنا عن الغناء أيها الأحبة والموسيقى على قسمين اثنين. القسم الأول هو توصيف للحالة وبيان لأعراضها وتنبيه منطقي على آثارها المدمرة في حياة الفرد والأمة، والقسم الثاني سيكون تدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وكلام الأئمة الفقهاء المجتهدين في حكم هذه الظاهرة الخبيثة، وماذا فصل فيها الشرع وفي أي جانب وضعها. فأتمنى أن تنصت القلوب والعقول، وأن نتوجه بكلياتنا، والخطاب للجميع، لمن يسمعني الآن، لمن سيسمع صرختي، لمن سيشاهد ندائي وصورتي، لمن ستصله هذه الصيحة المدوية التي لن تجامل والتي ستضع اليد على مكمن العلة وستصف الدواء بعدها بإذن الله الواحد الديان. سائلا ربي أن تكون قلوب الجميع، الحكام والعلماء، الأفراد والعامة،
الرجال والنساء، الكبار والصغار، خصوصا الشباب والشابات، المراهقين والمراهقات، أن ينظروا إلى كلمتي وإلى صرختي نظرة من يرى في المحب الناصح والمشفق الغيور والحريص على أمته بكبارها وصغارها، والذي يريد أن يخلص الأمة من شباك علقت بها وهي من أخطر الشباك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يدفعني إلى هذا الصدع بكلمة الحق التي حملتها، وبيان العلم الذي سأسأل عنه، والنصح للأمة، ومن غش أمته فقد خان، ومن سكت عن باطل يتحرك في ساح أمته فهو والباطل في الميزان صيانا. أيها الأحبة، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تلك حقيقة كبيرة يجهلها الكثير من المسلمين. مفادها أنه ما دام هذا القرآن يقود المعركة ويستكشف للمسلمين برصده وعينه التي لا يخفى عليها شيء لأنها عين الله، فهي المعركة المحتدمة بين أهل الإسلام وأهل الشر، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين جند النور وجند الظلام، ولا بد فيها من غلبة، ولا بد من خنق صوت القرآن، صوت الإيمان والحق والنور والعدالة، لأنه الحادي الذي يقود الجماهير إلى ساحة اليقظة. من أجل ذلك فهناك خطتان علمهما إبليس لجنوده: لا تسمعوا لهذا القرآن. قال المفسرون: لا تسمعوا أي لا تطيعوا لهذا القرآن. وقال ابن عباس، قال أبو جهل: إذا قرأ محمد القرآن فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول، أو حتى لا يسمع الأتباع القرآن فتنجذب أرواحهم له ويتركون الانقياد للأسياد. الخطة الأولى: لا تسمعوا لهذا القرآن. الخطة الثانية: والغوا فيه. قال مجاهد: هذا اللغو يكون بالمكاء أي الصفير والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. وقال غيره: إنما اللغو هو أن يسمع الناس بآذانهم صوتا يعلو على صوت القرآن غناء كان أو غيره، فتنجذب الأمة إليه وتنشغل به ولا تسمع لهذا القرآن. وقال الضحاك: أكثر الكلام، معنى والغوا فيه أي أكثر الكلام ليختلط عليه ما يقول، كما أورد الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 351. وهاتان الخطتان اللتان هما لا تسمعوا لهذا القرآن واللغو فيه، هاتان الخطتان كلتاهما بارزتان بوضوح في حياة المسلمين اليوم: خطة اللغو من حول هذا القرآن، وخطة صرف الأسماع عن الاستماع لهذا القرآن. فهذا الضجيج العالي وهذا اللغو العجيب الذي يراد له أن يعلو فوق كل صوت وكل كلام، لماذا يفتعل ويصبح أصلا في حياة الناس؟ ماذا يراد من ورائه غير إلهاء المسلمين وصرف أسماعهم عن الإنصات لهذا القرآن الذي فيه أسباب حياتهم وسعادتهم؟ وإذن فهي الخطة القديمة الحديثة: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فها أنت ترى هذا الضجيج المتصاعد وهذا اللغو الفاضح، الغناء والموسيقى والتمثيل الفاحش والمسرح العاري المنسلخ من كل القيم يملأ الفضاء من حولنا ويصم الآذان وتصرف له الأموال الطائلة وتهدر له الأوقات الغالية من أجل أن يعيش الناس في دوامة الفراغ والبكاء والأشواق الفارغة والآهات الحارقة
والدموع النازفة. كل ذلك من أجل أن يلتفت الناس ولو قليلا عن كتاب الله ومنهجه. وتلك خطة وكيد ومكر خبيث، وهي خطة الذبح لهذه الأمة عن طريق دس السم في العسل. ولعل هذه الخطة قد انطلت على كثير من المسلمين، فأنت إذا فتحت عينيك على حياة المسلمين ترى التأخر يلف كل نواحي هذه الحياة، اقتصادية وعسكرية واجتماعية وسياسية وإيمانية وإنتاجية وأخلاقية وعلمية تكنولوجية. لكنك حينما تنظر إلى إنتاج المسلمين في الفن والغناء والموسيقى والرقص والأفلام الساقطة في هوية الرذيلة يدهشك هذا الكم الهائل ويدعك في حيرة هذا الإبداع الذي لا يتوقف والإنتاج الذي لا ينتهي، ولا تملك إلا أن تقول كما قال ذلك العالم الداعية وهو يصف حال الأمة: أعوذ بالله، أي شيطان رجيم يقود خطى هذه الأمة إلى هاوية هلاكها وفنائها. ولو كان الأمر يتوقف عند تخطيط الأعداء لهان الخط وقل المصاب، ولكنك تجد أيها الحبيب بين الفينة والفينة من يطلع عليك من علماء المسلمين ممن يهون هذا الأمر بحجة أن الإسلام دين عسر، دين يسر ولا عسر فيه، فيذهب مذهبا بعيدا في الادعاء بأن من العلماء الأقدمين من أباح الغناء ورخص فيه فيتعلق بقشة الغريق. فيقول هذا العالم: إن ابن حزم قد أباح الغناء، وإن فلانا قد تابعه ليقع في دائرة خطة اللغو التي تطبق على المسلمين وتملأ بيوتهم ضجيجا وصراخا. وهذا العالم وأمثاله عارف تماما بأن ابن حزم ليس حجة على الإسلام ولا على المسلمين، إنما هو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه. وقد تعقبه العلماء الأفذاذ من أهل الصنعة والفن وردوا عليه إباحته تلك، وكثير ممن أباحه من باقي الأمور والقضايا، ومن هؤلاء الأئمة الثقات الأعلام الإمام ابن القيم رحمه الله إذ قال: وأما أبو محمد ابن حزم فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية إن ماع وتسيب وتساهل جدا في باب العشق وباب النظر وباب سماع الملاهي المحرمة، فوسع في هذا الباب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا. وهو من الخرافة في الطرفين. وما زال الكلام لابن القيم حين رد الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في تحريم آلات له بأنه معلق غير مسند، وخفي عليه أن البخاري لقي من علقمة وسمعه عنه وهو هشام بن عمار، وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار، فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. والحديث الذي قصده ابن القيم هو: لا يكونن من أمتي، كما في البخاري، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الفروج أي الزنا، والحرير ومحرم على الرجال، والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، رجل راعي لهم يأتي لهم أو خادم بأشيائهم ومتاعهم ومآكل ومشاربهم يأتيهم لحاجة فيقول، أي هؤلاء الذين يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر والذين هم عند الجبل، يقولون لهذا الخادم أو الراعي: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى. وأكبر على هذه الكلمة، بيت الجيش عدوه، أي هجم عليهم ليلا في حين غرة ودون أن يعطيهم فرصة واحدة للنجاة. فتصور أن الله يبيت أقواما، أي يهاجمهم، ومن الله؟ من الله أيها السادة؟ من يصمد أمام الله بكل قوته بكل جبروته بكل غضبه وسخطه وقهره فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم، يرفع الجبل
ثم يهوي بهم على رؤوسهم وهم في الزنا وسماع المعازف والغناء وشرب الخمور، ويضع العلم أي الجبل عليهم، ويمسخ آخرين قرد وخنازير إلى يوم القيامة. الله أكبر. من الذين يمسخون؟ الذين نجوا من العذاب. من هم؟ الحواشي، الخدم الذين يقومون على الخدمة وغالبا يجلسون بعيدا عن مجالس أسيادهم وعن مجالس الأثرياء وعن مجالس الذين يعيشون ساعات له. حتى الخدم الذين شاركوهم في الخدمة يمسخوا قرد وخنازير حينما نجوا من نزول الجبل على رؤوسهم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 41، فروى يعني أبا ذر الهروي الحديث عن شيوخه الثلاثة، عن الفربري عن البخاري قال: وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر، أي بعد ما انتهى من سياق الحديث، حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضري حدثنا هشام بن عمار به، ثم قال الحافظ في الرد على ابن حزم قال ابن الصلاح، أي يرد الحافظ ابن حجر على ابن حزم في الإباحة، قال ابن الصلاح في علوم الحديث: التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة انقطاع، إذن هي ليست منقطعة فقط الصورة، أما الإسناد فهو متصل، وليس حكمه أي ليس حكمه كحكم المعلق الآخر في غير البخاري ومعلقات البخاري قطعية السند صحيحة، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك قائلا: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده. يزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل انقطاع. وقد أطال الحافظ القول في تصحيح هذا الحديث وتخريجه نقلا عن كتاب إغاثة اللهفان الصفحة 259 الجزء الأول. لماذا أنا أريد هذه المصطلحات الحديثية؟ لأن هناك من أهل العلم من سيسمع هذا الكلام ويبدأ بالنبش في أسانيد الأحاديث حتى يستغل جهل الأمة في علم مصطلح الحديث وعلم الرواية والدراية، فيدجل عليهم ويضعف ما يشاء من الأحاديث ويبطل الاستدلال بأحاديث هي في الصحاح، فأقول هذا لأمثالهم وهم يفهمون ما أقول ويعون ما أتحدث به. قال السبكي صاحب كتاب معيد النعم ومبيد النقم: التعزير عند الفقهاء التأديب على معصية لا حد لها ولا كفارة كشهادة الزور والضرب بغير حق، وقد يشرع التعزير لما ليس بمعصية مما ينبغي التحرز منه كالاشتغال باللهو الذي لا معصية فيه وغناء الرجل في المجامع من غير آلة لهو المحرمة، والتعزير يرجع فيها إلى تقدير القاضي ويكون بنحو الحبس والضرب والتوبيخ والكلام. انظر وتأمل، فإذا كان التعزير قد يشرع لما ليس بمعصية مما ينبغي التحرز منه، فما بالك بغناء عار مفضوح يكشف العورات ويبديها ويدل على طرق الخنا وينميها، ماذا كان الفقهاء سيقولون فيه بناء على ما فهموا من نصوص الكتاب والسنة، وهو ما سنوضحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكأن السبكي رحمه الله يشير بفكره الثاقب إشارة بالغة إلى الدعاة ليقول لهم إنه لا يمكن مع الاشتغال باللهو من تربية الرجال الذين يقوم على كواهلهم مهمة تربية الأمم وإعدادها للمهمات العظيمة، وكأنه يريد أن يقول أيضا إن الاشتغال باللهو إنما يراد منه صرف المسلمين عن قرآنهم، لأنه هو الذي يعيد لهم السيادة على الأمم ليعودوا، فيقول كما قال هارون الرشيد من قبل مخاطبا الغيمة: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيه. والأمة مع القرآن تقف على ساقيها وتبني لها مكانا عند مدارج الأفلاك لا عند مسابح الأسماك، وعند الثريا لا عند الثرى،
وتشمر عن ساعد الجد وتأخذ نفسها بالهمة والعزيمة لتربي أجيالا تنال الإيمان. ولو كان عند النجوم أجيال نشيدها حب الموت والإصراع لتلبيته إذا كان في سبيل الله تعالى مستلهمة يستلهمون عزمة أبي بكر حينما همس بقاعدة بناء الأمم في أذن قائده خالد: يا خالد احرص على الموت، توهب لك الحياة لو ظهرت تلك الأجيال التي نشيدها ذلك الذي اقتحم به جعفر بن أبي طالب ساحة الوغى أمام زحف الروم والعبا الهائل، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. أو لو ظهرت تلك الأجيال التي تنشد قصيدة ابن رواحة وهو يواجه جحافل الكفر: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. أو لو ظهرت أجيال تربى كما ربت نساء الصحابة وكما فعلن فيما قبل حينما كان الزوج يخرج للجهاد، يأتيها المنافقون فيقولون لها: أتتركينه يخرج إلى الجهاد فيقتل؟ فتقول لهم بثقة المؤمن العارف الواثق بربها: لقد عرفناه أكالا ولم نعرفه رزاقا، ولأن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق جل في علاه. إنها تربية القرآن أيها السادة، إنها ألحان البطولات، إنها أنغام الملاحم، إنه نشيد الإيمان الذي صنع هكذا نماذج. ولو سمعت تلك النساء ما يسمع نساء اليوم لا ما بنينا مجدا ولا فتحنا أرضا ولا أحدثنا نكاية بعدو. وأم مثل هذه أو زوجك هذه حري بها أن تربي الأبطال وتخرج المجاهدين. أو تلك الزوجة التي كانت تقف لزوجها بباب الدار إذا أراد أن يخرج لطلب الرزق فتقول له: اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فلا تطعمنا إلا من الحلال. هذه لمحة مشرقة من شموس أطلعتها العناية الربانية ممثلة في حياة أولئك الصحب الكرام نساء ورجالة الذين كانت حياتهم مثالا للجد والإصراع والبعد عن اللهو واللغو والعبث والغناء. أحببت أن أسوقها بين يدي الموضوع الذي نحن بصدده، عسى أن يكون في كلماتها: جيش يحمل سلاحا إيمانيا يغزو حصون القلوب ليهدي منها أوكار الشيطان التي بناها وعمرها في قلوب المسلمين، ليخرب إيمانهم بمعاول هدامة يبدو أن من أمضاها يبدو أن من أمضاها وأشدها فتكا في حياة الأمة معول إبليس، ألا وهو الغناء الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام مزمار الشيطان الذي يفتك بالإيمان كما يفعل المرض العضال الذي استعصى على العلاج. وانظروا إلى الغناء كما وصفه أتقياء العلماء وكبار العلماء وأخيار العلماء، لا العملاء منهم، لا المدجلون منهم، لا الذين غرقوا منهم في بحار الحضارة والتطور، وحتى لا يقال عنهم متعصبون رجعيون انساقوا وراء من ساقت إليه الأمة بدافع من مخطط عدوه الخبيث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الغناء قولة جميلة كأنها ببيانها تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم. يقول: اسمع، فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل بالغناء اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسبب الغنى على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض للغناء فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى الغناء للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وهموم متوقعة وغموم مستقبلة. ويقول عنه شيخ الإسلام
أي عن الغناء. ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجدها عرف أن سماع المكاء والتصدية أي الغناء لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضلال والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد، يفعل في النفوس أعظم مما تفعله حمي الكؤوس، ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويبعدهم ذلك عن ذكر الله أي الصلاة والقرآن، أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، أعظم من الخمر حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد، بل بما يقترن بهم من الشياطين، فإنهم يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجني على لسان المصروع. وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي أي ابتلي بالغناء إلا وفسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب ولا شيخ إلا وقع في محذور. وهذا ما نلاحظه أيها الأحبة في غالب الحفلات الغنائية والموسيقية التي تعقد في الأحياء وفي المجامع وفي النوادي وفي الملاعب. فكم سمعنا عن مشكلة، وكم سمعنا عن اقتتال، وكم سمعنا عن ضرب، وكم سمعنا عن فتن جرت في تلك الأجواء الشيطانية وما زلنا نراها يوما بعد يوم. ولقد زلت أقدام كثير من الشباب وانحرفت قلوب كثير من الشابات، فتحنا أبواب قلوبهن على مصراعيه لتدخل إليها جيوش إبليس ممثلة في الغناء المشتمل على قريب 100 مفسدة مما استحسن لدى هؤلاء من غناء ممزوج بصوت النسوان مقرون بالصنوج والأوتار وغير ذلك من المعازف وذكر القدود والثغور والنهود والخصور ووصف فواتر العيون وسوادها وسواد الشعر ومحاسن الشباب وحمرة الخدود وذكر الوصل والصد والتجني والهجر والعتاب والاستعصاف والاستياق والقلق والفراق وما أشبه ذلك مما هو أفسد للقلب من سكر الخمر، وأي نسبة لسكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق والغناء التي لا يستفيق صاحبها إلا في عسكر الهالكين أسيرا وربما قتيلا حزينا. وهل تقاس سكرة الشراب إلى سكرة الأرواح بالسماع والغناء؟ بل لعل الغناء هو الطريق الموصل إلى الوقوع في الحرام، كما قال عبد الله بن مسعود هو رقية الزنا. وقال ابن الجوزي اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أن يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى والقيام بخدمته، والثاني أنه يميل القلب إلى اللذات العاجلة ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية وأعظمها النكاح. وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل أي الحلال، فلذلك يحث على الزنا. فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفوس. أيها الأحبة، هذا أقوال العلماء في التحريم وفي وصف هذا الغناء. واسمع معي الآن إلى كلام وصفي لمجموعة من الدعاة والعلماء وهم يتكلمون على هذا الداء الوبيل وهذا المرض الخطير. يقول أحدهم: فإن القلوب إذا ضعف إيمانها وقل إخباتها وأقدمت على ممارسة المعصية عدة مرات آنسته واطمأنت إليه وأصبح أمرا مألوفا لا تشعر منه بحرج ولا إثم، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتصور فداحة المصيبة حينما يعلو ذلك الران القلوب، فتصبح عندها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، حتى لو عرفت قبح ذلك الفعل وتحريمه، وهي ورب الكعبة عقوبة بالغة لأصحاب الذنوب والمعاصي تجرئهم على حدود الله تعالى وانتهاكهم لحرماته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ووالله
لأن يصاب الإنسان في نفسه وماله وولده أهون عليه من أن يعلو الران على قلبه، لأن المعاصي تؤزه إلى النار أزا وتدفعه إليها دفعا. وأوضح مثال على ذلك ما صيد به قلوب الجاهلين والمبطلين بالغناء والموسيقى والسماع، وتعلقت به النفوس أشد من تعلقها بالطعام والشراب، بل وأحب قوم فيه وأبغضوا، مع أنه سبب من أسباب العقوبات الإلهية. فطالما ضرر بالأمم والشعوب وسلبها حضارتها، وما ظهر الغناء في قوم وفشى فيهم واشتغلوا به إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجب وولاة السوء. إنه سماع الغناء مصحوبا بأنغام الموسيقى الشرقية والغربية ونحوها، فاحذري يا أمة الإسلام. ويقول هذا الأخ الداعي: لقد تتابعت النصوص الشرعية على تحريم الغناء ومنافته لروح الإسلام الجادة الطاهرة الرفيعة، ومع ذلك فقد ألفته القلوب وتعلقت به أشد من تعلقها بالقرآن والسنة، بل وصل الأمر عند بعضهم والعياذ بالله أن يكون أحب إليه من القرآن والسنة والاستماع إليهما. وإلا كيف تفسر تصرف بعضهم عندما يبعد مؤشر المزياع حينما يسمع القرآن، حتى إذا سمع مغنية فاجرة تتشدق بمعسول الكلام بتكسر وتأوه، انتعش فؤاده ورقص طربه وأشرق وجهه وتراقصت أعضاؤه. وتأمل حال الذين ابتلوا بفتنة سماع الغناء، كيف يسهرون الليالي الطوال ودموعهم تسيل على خدودهم، يتجاوبون مع التأوهات والتكسرات التي تصدرها مطربة فاسقة خلعت رداء الحياء والخوف من الجبار جل جلاله. ثم تفكر بعد ذلك كيف يتسنى لأمة هذا حال أكثر أفرادها أن تبني مجدا أو تستعيد عزا أو حتى تدفع عن نفسها عدوا أو طامعا. أيها الأحبة، إليكم الآن آثار سماع الغناء على الفرد والمجتمع. فإن الغناء والموسيقى آثاره خطيرة على مستوى الفرد والجماعة، ولن أذكرها على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال. أولا، الغناء سبب للعقوبات الإلهية. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. انتبه، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات أي المطربات والمعازف الموسيقى وشربت الخمور. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وابن القيم. انظر أيها الحبيب، تصور نفسك وأنت بين زملائك، قد ضربت عليكم آلات الموسيقى وقد خسف الله بكم الأرض أو مسخكم قرد وخنازير، فما موقفك وما مصيرك وكيف يكون جوابك أمام الجبار جل جلاله وأنت على هذه الحال عياذا بالله؟ ولا تقولن: أي أخي، إن هذا لم يحدث إلى الآن، وإن هذا قد يطول زمانه، فلا تدري لعل الذي مضى هو من فترة إمهال الله، ولعله انتهى الآن فترة الإمهال فيقع هذا العذاب عليك أنت حينما علمت الحق ثم انصرفت عنه ولم تبال به. أيضا من آثار سماع الغناء والموسيقى أن فيه، أي الغناء، تخدير لمشاعر الأمة، كما أن في الغناء تخدير لمشاعر الجهاد والتضحية والفداء. فهل كلمات المغنين والمغنيات تشعل في قلوب الأمة حب الجهاد والتضحية في سبيل الله تعالى؟ وهل تثير في النفوس نفض الغبار عن الأمة والتي سامها عدوها سوم العذاب والذل والهوان؟ أم أن كلمتهم وقصائدهم تدور كلها حول الحب والغرام والعشق والهيام؟ عندها تصبح هموم الأمة تدور حول الشهرة واللذة والشهوة، وتنسى معالي الأمور وتنسى أنها أمة لها شرفها المجيد وتاريخها الفريد الذي نفاخر بها الدنيا كلها، فتنوم الأجفونها وترط في سباتها والعدو يفعل بها ما يريد. ثالثا من آثار غناء أنه يسبب الرعون وقلة الحياء. ويكفيك أن تنظر إلى تصرفات السامعين وحركاتهم المنافية للوقار، وكم هم الشباب الذين رأيناهم يترنحون في سياراتهم
أمام مرأى ومسمع من الناس، وقد رأينا شبابا يتراقصون أمام زملائهم على أنغام الموسيقى الغربية في عرض الشوارع. أين الحياء؟ أين الوقار؟ بل أعظم من ذلك، إي وربي، رأيناهم يرقصون أمام جموع الناس وفي الأماكن العامة على أصوات الموسيقى الغربية الصاخبة بلا حياء من الله تعالى ولا استحياء من خلقه. رابعا من آثار الغناء أنه وسيلة إلى فعل الزنا والفاحشة. يقول فضيل بن عياض ويتابع ابن مسعود: الغناء رقية الزنا، فكلامهم يدور حول الشهوة واللذة والحب والغرام، فإذا سارت الشهوات وتحركت الغرائز فكيف يطفئها؟ ومن هنا تعرف يا أخي لماذا يركز اليهود في مخططاتهم الإجرامية، لماذا يركز اليهود في مخططاتهم الإجرامية لنشر الغناء والموسيقى وتشجيع محترفيها والدعاية لهم، وقد ذكروا في بروتوكولاتهم أنهم سينشرون الغناء والرياضة ويخدرون بهم الشعوب حتى يخلو لهم الجو فيحكم العالم ويتحكم به. خامسا من آثار الغناء أنه يسبب نفرة القلب من سماع القرآن وفهمه وتدبره. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، تنظر محبة القرآن في قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي، وكما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد فتميل كالنشوان. الله أكبر. سادسا من آثار الغناء أنه ينبت النفاق في القلب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وأينا يجهل فداحة النفاق وخطر النفاق، وأينا يغفل عن عقوبة المنافقين وما أعد الله تعالى من مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فكيف تسير في طريق يؤدي بك إلى الهاوية وتنقاد خلفه وأنت تعلم مصيره وخطره؟ سابعا من آثار الغناء أنه سبب من أسباب سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، سوء الخاتمة، فإن من أسبابها الإصرار على الذنوب، فربما غلب عليك حب الغناء عند سكرات الموت فيظفر بك الشيطان عند تلك الصدمة ويتخطفك عند تلك الدهشة، عياذا بالله من ذلك. وإذا كان الشيطان قد استطاع عليك وأنت في حال قوتك ونشاطك، فكيف في حال ارتخاء اليدين وامتداد الساقين وثقل اللسان؟ فالأمر أشد وأخطر، فاتق الله يا عبد الله، فالأمر جد خطير والموقف مهول، نسأل الله السلامة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرقا وأبوابا، أعظمها الانكباب عن الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال عبد الحق: قيل لآخر: قل لا إله إلا الله، وهو عند سكرات الموت فجعل يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. ولم يزل على ذلك يغني هذا البيت حتى كان هذا البيت آخر من الدنيا، فعياذا بالله من سوء العاقبة. وأيضا روى أحد الدعاة بأن بعض الشباب كانوا في سيارة مسرعين فانقلبت بهم، فأسرع إليهم الناس وإذا بهم يعانون من سكرات الموت، فجعلوا يرددون عليهم: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وصوت المذياع ما زال يعمل في سيارتهم، وهناك أغنية ماجنة كانوا يستمعون إليها، فبدأ من أن يقولوا لا إله إلا الله بدأوا يرددوا مع الأغنية كلماتها وألحانها، وهم يتمايلون وتسود وجوههم شيئا فشيئا حتى خرجت أرواحهم وهم على هذه الحالة المشينة، أعاذنا الله تعالى من كل ذلك. وقد سمع سليمان بن عبد الملك صوت غناء فأحضر المغنين وقال، انظر إلى جمال هذا الفهم من سليمان بن عبد الملك، قال للمغنين: إن الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة، أي أنثاه،
وإن الفحل ليحدر فتطبع له الناقة، وإن التيس لنب فتستحرم له العنز، وإن الرجل يتغنى فتشتاق له المرأة. ثم أمر بخصائهم جميعا عقوبة لهم وتعزيرا، ثم أمر بخصائهم جميعا. فأي رجل بعد هذا يملك في نفسه شيئا من الغيظة والرجولة على محارمه ونسائه، يسمح لنسائه وبناته يصغين إلى غزل الفجار من المطربين السافرين، ولا تسأل بعد ذلك عن عشق البنات للمطربين وتفاخرهن بذلك في المدارس والبيوت واحتفاظهن بألبومات الصور والصور الملصقة في غرفهن وخزائنهن، وغالبكم يعلم هذا. ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا. وبعد، أما آن لقلبك أن يخشع؟ أما آن لك أن تقلع؟ أما آن لك أن تعود إلى رشدك وتتوب إلى ربك فتعاهده منذ اللحظة أن تعود إليه، وأن تقوم من مقامك هذا لتحطم من يقضي على دينك وعلى غيرتك وشهامتك؟ وإني لأربو بك أن تكون من الذين يحيون لشهواتهم ويعيشون لملذاتهم وينسون جنات عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قد هيئوك لأمر لو فطنت له تربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رسائل سريعة. الرسالة الأولى إلى الذين أنعم الله عليهم وأشبغ عليهم، إلى الذين يتاجرون بتلك الأشرطة التي قد امتلأت بالفحش والخنا، إلى الذين يؤجرون محلاتهم لمثل هؤلاء، إلى الذين يبيعون أدوات الغناء. أما إنكم قد ساعدتم عدوكم في إفساد أبناء أمتكم شبابا وشيبا ذكورا وإناثا في نشر الرذيلة بينهم، فيا هؤلاء، يا أيها المنتجون، يا أيها البائعون، يا أيها المروجون، يا أيها المصنعون، كم من أعراض قد انتهكت بسبب الغناء، كم من شباب ضاعوا بسبب الغناء، كم من أموال للأمة أهدرت، كم من فضيلة قد تلاشت، كم من خصال رفيعة قد ضيعت، كم من سجايا حميدة قد أهملت، كم من شباب رأيناهم قد أحيوا ليلهم في الاستراحات والمقاهي بسماع الأغاني الصاخبات، كم من شاب طائش عقله بكلمة مغن أو مغنية فراح يتراقص بسيارته بسرعة الجنونية حتى لقي حتفه. هؤلاء كلهم تعود أوزارهم إليكم، نعم إليكم أيها المصنعون والمنتجون، يا أصحاب المؤسسات الفنية، يا أصحاب المحلات التجارية التي تبيع أشرطة الغناء وتنتجها وتروجها وتساعد في نشرها بين الناس، نعم إليكم أنتم أوزار هؤلاء ستعود إليكم، فأنتم الذين نشرتم بينهم هذه الشرور. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. فلماذا تحمل نفسك يا أيها التاجر، يا أيها المنتج، يا صاحب المؤسسة، يا أيها البائع، لماذا تحمل نفسك ما لا تطيق؟ يقول الله جل جلاله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهل أغلقت أبواب الرزق في وجهك حتى إنك لم تجد بابا سوى هذا الباب؟ وحتى لو جرى ذلك لما جاز لك أن تفعله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد أفتى العلماء الأجلاء بتحريم بيع هذه الأشرطة وتأجير المحلات لمن يبيعها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر كبيرا. أخي التاجر الكريم، أيها البائع، أيها المروج، ألم تعلم أن كسبك من وراء هذه الأشرطة أو هذا التأجير مال سحت؟ استمع يا رعاك الله إلى ما ورد عن كعب بن عجرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، أي من مال حرام، النار أولى به، رواه ابن حبان وصححه. فهل تطيق نار جهنم التي أوقد عليها 3000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة؟ وإذا كانت نار الدنيا تفعل بأهلها ما تراه أحيانا أو جربته في أحيان أخرى، فكيف بنار جهنم يا هذا؟ ألم تعلم يا رعاك الله أن الذي يأكل الحرام لا تستجاب له دعوة؟ فهل أنت مستغن عن ربك عز وجل ودعائه؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل
يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. فاتق الله يا عبد الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكما أنه يمكنك أن تجعل محلك مشعل هداية للأمة ببيع الأشرطة الإسلامية التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيا لله كم من الحسنات والأجور العظيمة ستكتب لك حينئذ. فلا تتردد ولا تسوف ولا يخدعنك الشيطان، فإنه عدو مضل مبين. أسأل الله تعالى أن يصرف عنك نزغات الشيطان، وأن يجعلك من حزب الرحمن. يا هذا يا صاحب التسجيلات الغنائية، أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. كم أطعت النفس إذ أغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها، كم ليالي لاهيا أنهيتها، إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. يا صاحب التسجيلات الغنائية، يا أيها المروج، يا أيها المصنع، يا أيها الناشر، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت بعملك هذا تناقض هذه الآية وتعمل بعكسها، فلماذا يا هذا؟ هل انتهت كل الأعمال المباحة المشروعة حتى تسلك هذا الطريق المحرم؟ أما سألت نفسك يوما لماذا غيرك يعمل في الحلال وأنت تعمل في الحرام؟ ولماذا غيرك يعمل بما ينفع الناس وما يصلحهم، وأنت تعمل فيما يضرهم ويفسدهم؟ هل أنت أقل منهم؟ حاشاك ذلك. ألا تحب أن تكون عضوا نافعا ورجلا مصلحا في مجتمعك؟ لماذا ترضى لنفسك أن تكون شريكا وعونا للشيطان والمفسدين في الأرض بنشر هذه الأغاني الماجنة الساقطة بين المسلمين، والتي هي من أكبر أسباب انتشار الفاحشة والفساد في المجتمع؟ ولقد توعد الله من يفعل ذلك بوعيد شديد فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إنه والله وعيد شديد، فلا تعرض نفسك له طمعا في مال يذهب سريعا ويبقى عذابه طويلا. يا هذا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لذلك فإن جميع ما تحصل عليه من بيع هذه الأغاني المحرمة فإنه حرام سحت لا خير فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق فيه فيبارك الله فيه، ولا يتصدق به فيتقبل الله منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، أي لا بركة ولا تقبل، ويكون زادا إلى النار ذاك المال الذي يتركه خلفه من حرام. يا هذا، إن كل من يستمع للغناء يتحمل إثمه لوحده، أما أنت يا صاحب المؤسسة المنتجة، يا صاحب المحل، يا أيها المروج والبائع، يا أيها المعين والمساعد، أما أنت فتتحمل آثام جميع من يشتري منك هذه الأغاني ويستمع إليها. فانظر كم من إنسان ستتحمل إثمه وذنوبه، فهل ستطيق كل ذلك؟ إنك يا هذا بعملك تقود نفسك إلى الجحيم وأنت لا تشعر، فلماذا كل ذلك؟ هل هانت عليك نفسك إلى هذا الحد حتى تقودها إلى الهلاك برضاك؟ هل نسيت عقوبة الله؟ هل نسيت الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وزلته؟ هل نسيت النار وما فيها من العذاب؟ فلا تجعل يا هذا المال ينسيك كل ذلك، وينسيك ربك، وينسيك دينك، وينسيك مصيرك ومآلك. والله إنك لأضعف من أن تتحمل شيئا من عذاب الله، فلا تتمادى في معصيته. يا هذا، إن أكثر من يستمعون إلى الأغاني لا يمكن أن يبيعوها رغم أنهم يسمعونها. هل تعرف لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها مهنة قذرة حقيرة لا تليق بالمسلم، ولأنهم لا يحبون أن يكونوا سببا في نشر الفساد بين المسلمين، ولأن مكسبها حرام، وهم لا يحبون أن يكون مأكله ومشربه وملبسهم حراما. فاحرص أنت وفقك الله على أن تكون مثلهم، وبادر بالتوبة إلى الله وتخلص من هذا العمل الخبيث، وثق أن الله عز وجل لن يتخلى عنك وسيعوضك خيرا مما أنت فيه إن أنت صدقت النية وصدقت التوبة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله. الرسالة الثانية إلى ذاك المغني، لذاك المطرب، لتلك المغنية والمطربة، لذاك الذي يعزف على الآلات الموسيقية. أما أنتم، فرسالتي إليكم أني أسأل الله جل في علاه أن يهديكم، فإن لم تكونوا محلا للهدى فأسأل الله جل في علاه أن ينتقم منكم وأن يدمركم تدميرا،
وان يمزقكم تمزيقا وان يفعل بكم اعاجيب عذابه وفنون غضبه وقهره بما افسدتم شبابنا واجيالنا وبما اضللتم امتنا يا اعداء كل دين ويا اعداء كل فضيلة ويا اعداء كل خلق. اما الرسالة الثالثة فلعموم الامة اعرضوا عن هذا اللغو واتقوا الله واياكم ان تنساقوا الى هذه القطعان البهيمية الغريزية الشهوانية التي ألفت هذا المنكر واعتدت. والتعليل والتبرير أن كل الناس يسمعون وكل الناس عندهم الأشرطة وكل الناس يتعاملون بهذه الأغاني ويقيمون عليها أفراحهم ومناسباتهم وأنا مثلهم، إذا كن مثلهم حينما تساق إلى النار. فإذا أحببت أن لا تكون معهم في نار جهنم فلا تكونن معهم الآن، وكن من الغرباء الصادقين والأتقياء الصالحين. والرسالة الأخيرة لدعاة الإسلام وحكام الأمة وهداة الأنام وقادة، إنكم مطالبون بأداء الأمانة ونصح الأمة وبذل الجهد وإفراغ الوسع في مناصحة من ابتلي بسماع الأغاني أو بيعها والذهاب إليها والزيارة في الأماكن والحث على ترك هذا المنكر العظيم ولعب دور قوي وفاعل في إنقاذ الأمة من هذه الشباك الشيطانية الحقيرة. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إننا نخشى أن تعاقب الأمة كلها بسبب الغناء بالخس والمسخ وبالعذاب والزلازل، وتصوروا عظيم الأجر يا دعاتنا ويا حكامنا حينما تسهمون في أن يقلع التاجر عن بيع مثل هذه الأشرطة، فكم من الأجر العظيم ستنالون وكم من الشر العميم ستزيلون. فلا تحرموا أنفسكم الخير وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أخيرا في هذه الوقفة التوصيفية من أحكام عن الغناء والمعازف وما يتعلق بهما، أريد أن تسمعوا هذه الإيقاعات المتعلقة بهذا المضمون والتي يخاطب فيها أبناء الأمة جمعا. لا يكابر في قضية الغناء وخطرها على الأمة إلا أحد أربعة: مغن لا يفكر إلا في كسبه المادي ولمعان نجوميته على حساب دين الأمة وأخلاقها، ومراهق لا يفكر إلا في أهوائه الجنسية، وكاتب لا يرى أو يرى في إرضاء وإرواء شهوات الناس ودغدغة عواطف المراهقين والمراهقات طريقا سريعا إلى الشهرة والإثراء، ودجال ينتسب للدين يتقرب إلى الغرب بأنه متجدد غير متعصب للدين والأخلاق وخصائص أمتنا العربية والإسلامية كي يسطع نجمه في الفضائيات والشاشات والقنوات. عناصر القوة في الأمة: البيت القوي يحتاج إلى الإسمنت والحديد أكثر مما يحتاج إلى الزينة والزخرفة، وكذلك الأمة الناهضة تحتاج إلى العباقرة في العلم والصناعة أكثر مما تحتاج إلى المبرزين في الرقص والرسم والغناء. سوء نية، ليس صدفة ولا عن حسن نية أن توجه طاقات شبابنا وبناتنا إلى الرقص والرسم والغناء ويكون ذلك محور التوجيه في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من حيث لا توجه تلك الطاقات ولا العبقريات إلى العلم والصناعة والاختراع. إنها خطة استعمارية تنفذ من أموال الأمة على أيدي بعض الأغرار من المراهقين والمراهقات مع سكوت الدعاة وإهمالهم لهذه القضية. الشهرة الرخيصة ليس أسهل على نفوس الشباب في أمة حديثة الوعي من إغرائهم بالشهرة عن طريق الفن والرقص، وهذا هو سر استجابتهم لإغراء خرافة الفن واستمتاعهم بلذته. إنها حملة على هذا الغناء الماجن المنحل نشنها نحن، وعلى هذا الرقص الفاجر المثير حتى يطلق على هذا وذاك اسم الفن ويذهبون إلى تمجيده والإشادة به وتسليط الأضواء على كل ماجن مستهتر استهواء لشبابنا وفتياتنا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى استهوائهم بالبطولات في مختلف ميادينها. الانصراف إلى الفن شغل الذين تم لهم البناء، أما الذين لم يبدأوا البناء بعد أو بدأوا متأخرين أو يهدم الأعداء كل بناء لهم، فمن أكبر الجرائم صرفهم عن الاهتمام في تقوية البناء
إلى الاهتمام بالرسم والغناء، وعن الاختراع إلى رقص الإيقاع، وعن صنع الحياة إلى رسم الحياة. النصر بالقوة، لم تهزم أمة أخرى بالفن ولا بالغناء ولا بالرقص، ولكنما هزمتها بالقوة. ومن التضليل أن يعتبر الفن من وسائل القوة. نحن وإسرائيل، إسرائيل لا تعد لغزونا فرقا من الراقصات والمغنيات والرسامين، ولكنها تعد فرقا من الفدائيين وأساطيل في الجو والبحر وقذائف للهلاك والتدمير. فهل يفهم هذا المنحلون والببغاوات والكسال والوجوديون والمستغربون والمفتونون الجمال أم القوة؟ إذا كان الفن يثقل المواهب وينمي الشعور بالجمال، فإن الأمة المحاطة بالأعداء في حاجة إلى من يفتل السواعد ويلهب الإيمان ويقوي الأخلاق ويفتح العقول ويدفع عن الأمة خطر الإبادة والاحتلال، لا يشغلها بالموسيقى والغناء. سلوا التاريخ، هل أفل نجمنا إلا يوم أن سطعت نجوم المغنين وقويت دولة الراقصات في سماء حضارتنا؟ أيهم أفضل؟ أي عاقل المخلص يود أن يكون لنا نجوم في التمثيل والتلفزيون ومبجلون في الرسم والغناء قبل أن يكون لنا أبطال في الحروب وعلماء في المختبرات ومخترعون في الصناعات وأقوياء في الإيمان والأخلاق؟ أيها العابثون المراهقون، أيها الفنانون والمغنون والراقصون والراقصات، ستكونون أول من ينهزم في معارك البطولات، وستكونون أول من يفر منها إذا لم تحيوا قلوبكم بالإيمان وتفتحوا عقولكم بالعلم وتثنوا بنفوسكم بالأخلاق قبل أن تنموا أذواقكم بالفن وتربوا شهواتكم بالرقص والغناء. لمن تعطى الجوائز؟ نحن في حاجة إلى مخترعين ومخترعات أشد من حاجتنا إلى فنانين وفنانات، ومع ذلك فكل الجوائز وكل الفرص وكل الأنوار تسلط على هؤلاء ويحرم من هؤلاء. وما رأيت يوما جائزة خصصت لشاب مكتشف أو مخترع، وأرى كل يوم عشرات الجوائز للشباب المتفوقين بالرسم والتصوير والموسيقى والغناء. فهل هذا دليل على جدنا في الانضمام إلى ركب الحضارة والخلاص من أعدائنا المتربصين، أم نحن قوم غافلون أو مخدوعون أو مضللون؟ خذ 100 وأعطني واحد، خذ من أمتنا 100 مصور وأعطها طيارا واحدا، وخذ منها 1000 مغن وأعطها مخترعا واحدا، وخذ منها كل العابثين واللاهين وأعطها مجدا واحدا يحمل هم أمته وقضاياها. بيننا وبين إسرائيل، أليس من دواعي الأسى أن تكون لإسرائيل صواريخها ومعاملها النووية، ويكون لنا تلفزيون وفرق للرقص والتمثيل وليس لنا صواريخ ولا أفران ذرية؟ إشارة استفهام. هل يغنون عنا شيئا؟ هاتوا لنا جميع الرسامين والممثلين والمغنين والراقصات والراقصين، ثم احشدوهم جميعا وانظروا هل يردون عنا خطر طلقة واحدة أو صاروخ موجه من أعدائنا؟ أيهما ألزم؟ هل يشفي المريض أو هل يشفي المريض المدنف باق من الزهر أم حقن من البنسلين؟ وهل يكفي الجائع لحن مطرب أم رغيف مشبع؟ وهل يسعد الفقير أن تزين له جدرانه بالرسوم أم أن تهيئ له ما يحتاجه من أثاث؟ وهل يخاف العدو إذا كنت تحسن الرقص أم إذا كنت تحسن صناعة الموت؟ أظن أن السؤال واضح والجواب واضح. هذا ما أحببت أيها الأحبة أن أبين فيه توصيفا لحالة وظاهرة الغناء والموسيقى المسفة. وإني لأذكر لك في النهاية عناوين بعض الأشرطة الرائعة التي عالجت هذه القضية لبعض الدعاة الطيبين والمباركين، وأتمنى من كل مسلم أن يقتني هذه الأشرطة وأن يسمعها أهل بيته وأن يوصلها إلى أصحاب المحلات التجارية التي تنتج الغناء والموسيقى وتوزعها بين الناس مع المواد التي نسجلها. شريط بعنوان كلمات الأغاني في ميزان الشريعة لمحمد المنجد، شريط بعنوان تحريم الغناء للداعية طلال الدوسري، شريط بعنوان المراهقون لمحمد دويش، شريط بعنوان الأفراح بين المشروع والممنوع سعد بن عبد الله البوريك، شريط بعنوان هل تحب الغناء أحمد الفاجح، شريط بعنوان رسالة إلى محبي الأغاني الداعية أحمد الخطان. وإني لا أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكون في هذه الأشرطة مع ما سنسجله عن هذه الظاهرة الكفاية والغناية والعلاج الأكيد لهذا الداء الوبيل. انتهى القسم الأول في توصيف الظاهرة. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله هناك وقت ليس بطويل لذكر أدلة التحريم من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة الفقهاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قوموا للصلاة وبعدها نستمع إلى القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأنقذنا من الكفر والفسق والفجور والعصيان. الحمد لله الذي ألبسنا أثواب الطاعة في الوقت الذي لبس فيه الناس سوح المعصية. الحمد لله الذي أخذ بأزمة قلوبنا حتى سيرنا على الطريق المستقيم بينما نرى الخليقة من حولنا تتخبط في متاهات السبل. لا نحصي ثناء عليك ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله، وأترضى عن الآل والأصحاب درر الإنسانية وجواهر البشرية من جعلهم الله حجة على الناس بجهدهم وجهادهم وصبرهم وطاعتهم وتضحياتهم وبذلهم. اللهم اجعلنا امتدادا لهم وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، تكلمنا في القسم الأول عن ظاهرة الغناء والمعازف توصيفا وبيان أعراض وأمراض ومخاطر وآثار، وجهنا فيها رسائل مستعجلة إلى من يعملون في نشر هذه المواد وتصنيعها مواد الغناء والمعازف، وإلى من يسكتون عن مواجهتها ومجابهتها. ونحن الآن أيها الأحبة، حتى يقطع الطريق على كل الدجاجلة الذين استغلوا جهل الأمة بأحكام دينها وعدم معرفتها بما في كتب علمائها وفقهائها وما أصله الشرع من قواعد الحلال والحرام، استغلوا كل هذا لكي يبرروا للناس ما هم فيه من مغالطات وانحرافات، وعلى رأسها إلف الغناء والاستماع له وعدم الاشمئزاز منه، حتى نقطع الطريق على هؤلاء ونبين الحكم لأبناء الأمة جمعاء. سنذكر الأدلة من القرآن والسنة ومن أقوال السلف الصالح وأقوال الفقهاء الأئمة المجتهدين في مسألة حكم الغناء والمعازف وتحريمهما. فنبتدئ وبالله التوفيق. تحريم الغناء في القرآن الكريم، أولا قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولهو الحديث كما أجمع أكثر المفسرين وفيهم حبر الأمة وترجمان القرآن وهو ابن عباس ووعاء العلم وهو ابن مسعود كما أسماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لهو الحديث هو الغناء. وقالوا أي العلماء: إنه هو الباطل. ولو توقفنا عند الآية القرآنية نمعن فيها نظر البصر والبصيرة لوجدنا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يبين أن العملية عملية مقايضة. فالعملية ليست عملية لهو وحسب ثم ينتهي الأمر عند ذلك، وإنما هي دفع ومقايضة، بائع ومشتري. ومن البائع برأيكم هنا؟ من البائع؟ الشيطان. الشيطان. من المشتري؟ الإنسان بنوعيه، المرأة والرجل. ثم تعالوا نتساءل معا ما هي النتيجة للهو الحديث؟ إنها ليضل عن سبيل الله. إذن ليصرف الناس عن جادة الصواب والإيمان، هذه واحدة. والثانية بغير علم، وهذه وصمة مجللة بالعار لهؤلاء الذين يعشقون الصوت الأحمق
أي الغناء كما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم جهلاء اشتروا اللهو وقدموا أبهض الأثمان، قدموا من حياتهم ووقتهم وصحتهم. إذن فالأمر معادلة، طرفاها جهل وأسر وشراء ما يضر ويخزي. فمثلهم كحاطب ليل يحمل حزمة حطب على ظهره ولا يدري ما فيها فتلدغه أفعى تكمن فيها. كما قال الشافعي رحمه الله: ما هذه الآيات المفزعة. حينما سمع بهذه الآية وضرب لنا بهذا المثل، إن فيها سخرية من هؤلاء الذين يعيشون بين ربوع الجهل والأسر والضرر والهزء كأنهم لا عقول لهم، وهم يظنون أنهم سعداء بما يفعلون، ثم بعد ذلك مباشرة يقرعهم سيف التهديد والوعيد المخيف: أولئك لهم عذاب مهين. ومن الذي يقول إن لهم عذاب مهين؟ إنه هو الله جل في علاه الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يكمل في الآية التي بعدها: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ثم ماذا؟ فبشره بعذاب أليم. ما قال المولى فبشره بعذاب مؤلم، إنما قال بعذاب أليم. وقد قال القرطبي في تفسيره في المجلد الرابع صفحة 15: وهذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث هي إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على تحريم سماع الغناء والمنع منه، وستأتي باقي الآيات إن شاء الله. الآية الثانية قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال العلماء: الاستفزاز هو صوت الشيطان، وصوت الشيطان هو الغناء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ابن عباس يقول: هو صوت الشيطان، وصوت الشيطان هو الغناء. والآية تبين لنا حالة إبليس وقد طرد من الجنة، كأننا نلمس من الآية القرآنية أن من تشبث بصوت الشيطان فيخشى عليه أن يطرد من الجنة، لأنه يسير على ضلالة مطرود من الجنة ومن رحمة الله تعالى. ومن يصاحب المبعد عن القرب من الله عز وجل قد يصيبه ما يصيبه، لأن القرين بالمقارن يقتدي، وهو كما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهذه الآية القرآنية دليل آخر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على حرمة الغناء الذي سماه القرآن صوت الشيطان، كما سماه الإمام ابن القيم تباعا لتسمية القرآن في كتابه إغاثة اللهفان، فقال: عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: كل داع إلى معصية. ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فسر صوت الشيطان به. وقال ابن أبي حاتم عن مجاهد: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استنزل من استطعت منهم واستدرجهم، قال: وصوته الغناء. الآية الثالثة قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن حنفية: والزور هاهنا الغناء. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر بلهو أي غناء فأعرض عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. ونقف عند هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود لنذرف دمعه وننفث حرقه من نائحة ثكلى على المسلمين، كيف ضيعوا الإسلام وهجروه وأعرضوا عن آدابه، ونقول: يا حسرة على المرأة المسلمة التي تهرع إلى أماكن الزور أي الغناء واللهو، والاستماع على مزمار الشيطان
بحجة أن هناك حفلة عرس في المكان الفلاني أو الصالة الفلانية أو الفندق الفلاني، حيث يتم هناك التبرج والتباري في كشف العورات والتسابق بإظهار المفاتن والزينة، وتغفل المرأة أو الشاب المسلم أو الأب المسلم أو الأم المسلمة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص ابن مسعود حينما أعرض عن اللهو والغناء فألبسه ثوب الكرامة وجعله محفوفا بها وقد نال الكرم، واستولى على ناصيته حين يصبح وحين يمسي. فأين الذين يتلاحفون لمثل هذه الكرامة في الإعراض عن الاستجابة لتقاليد ما أمر الله به، في الاستجابة لتقاليد ما أمر الله بها ولا دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهانا عنها وحذرنا منها، وما هي إلا أمور استحدثها لنا الشيطان ليشقينا ويشقي شبابنا وشاباتنا وينزع عنهم ثوب الحياء والإيمان. وهل يراد العرس إلا للخلاص من المعاصي والآثام؟ ولنكن صرحاء، فإن كثيرا من الملتزمين والملتزمات ممن يدعون الالتزام بالإسلام تجدهم أسرى لتقاليد الأهل والبيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل كأننا لا نكاد نجد امرأة تقف وقف صادقة لله تعالى إلا من رحم ربي، فتسن سنة حسنة بالبعد عن إقامة عرسها في أماكن الفجور وعلى طريقة الغناء والمعاصي، بل تقيمه في بيتها بعيدا عن اللهو والغناء والترف والبذخ الذي نهانا عنه المولى في كتاب العزيز، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فوا عجبي لمن يكونون بتبذيرهم ولهوهم وغنائهم من إخوان الشياطين وهم لا يشعرون ويظنون أنهم ملتزمون وعلى تعاليم الإسلام يحافظون، بل لا أجدني مجانبا للصواب لو قلت أن الكثير من المسلمات يتذرعن بحجة أن الأهل هم أهل الرأي والحل والعقد ولا كلام لهن معهم، والله يعلم أنهن أول المستأنسات المتلذذات بهذا الزخرف والبهرج الكاذب الخادع، ولكنها لا تستطيع أن تكشف عن حقيقة مشاعرها ودخيلة ما في نفسها، فتظل تخادع نفسها وتخادع إسلامها وربها ظنا منها أن الله يخدع، وحاش لله. فأين صاحبة الغضبة الإسلامية التي تغضب لله وتبدل هذا المنكر وتكون أول من تسن سنة حسنة لله ولدينه ولصاحباتها ليتأسين بها، ليكون ذلك ذخرا وأجرا لها في يوم يحتاج الناس فيه إلى ما يدفع عنهم ويرفع أحمالهم وأوزارهم. ولتعلم أيضا أن الاجتماع على اللهو والغناء والرقص أول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون، وهو أي الرقص دين الكفار وعباد العجل. وإذا أردت التوسع في هذه المسألة فراجع كتاب كف الرعاع عن محرمات الله والسماع ابن حجر الهيثمي الصفحة 76. بل نرى كثير من الشباب المسلم الملتزم يقيم عرس الرجال على طاعة الله وعلى مرضاة الله، وعرس النساء في الجانب الآخر يعج ويضج بالموسيقى والغناء والمعاصي وتكشف العورات وكأن لا علاقة لهذا بهذا. ومن نظر إلى عرس النساء رأى الشيطان هناك يقفز ويدير ويحرك ساحة العرس، وينظر إلى عرس الرجال فيرى طاعة ويرى انضباط، فيرى أن هذا انفصام عجيب وازدواجية غريبة. أحذر منها الشباب المسلم ولا عذرهم حينما يحتجون بالتقاليد والعادات وضغط الأهل. أقاطع كل أهلي وأقاطع عشيرتي وأقاطع الخلق أجمعين ولا أعصي الله وأؤسس حياتي الزوجية على أساس ينهار بي في جرف جهنم وينهار بي في أودية الهلاك ويجعلني أنسب إلى أتباع الشيطان لا إلى أتباع الرحمن. يقول ابن القيم تعقيبا على جواب ابن عباس الذي يظن كثير المتساهلين والمتساهلات أن فيه رخصة لهم، فهذا جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنهم حينما سئل عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا والتشبب بالنساء وأصوات المعازف والآلات المطربة، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء، يقول ابن القيم في زمنه،
كيف ابن القيم لو شاهد ما يجري في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف به لو شاهد الغناء اليوم فماذا سيقول فيه؟ فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير، وأعظم منه فتنة. وما أصدق الشاعر حين قال: فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مرشية بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله أحد الأعراب عن الغناء، فقال له: إني سأسألك، إني سأسألك، إذا جاء يوم القيامة وجيء بالغناء، أو يكون في ميزان الحق أم في ميزان الباطل؟ فتفكر الأعرابي وقال: بل في ميزان الباطل. وقال: الباطل في الجنة أم في النار؟ قال: بل في النار. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، اذهب فقد أفتيت نفسك. بعض المتساهلين يأخذ الجواب من ابن عباس، يقول: ابن عباس لم يقطع، لم يكن له حرام، إنما هذا أسلوب من معلم، أسلوب من فقيه أراد أن يستخرج قول التحريم وفتوى التحريم من لسان السائل. الذي يكثر أمثال السائل يأتون إلى الإنسان العالم ويدورون ولفون ويغيب شيء من حقيقة المسألة لعلهم يحصلون منه على فتوى تروق لهم وتناسبهم فيتمسكون بها ويذيعونها بين الناس. فابن عباس حتى يقطع الطريق على هذا ويجعله هو الذي يفتي نفسه استخدم معه هذه المعادلة، وهذا الأمر نفسه جرى مع الإمام مالك كما سيمر معنا. ولقد أصاب العلماء كبد الحقيقة حينما سموا الغناء بأسماء شتى. اسمع ماذا أسمى العلماء الغناء: لهو الحديث، الزور، اللغو، الباطل، قرآن الشيطان، المكاء، التصدية، رقية الزنا، منبت النفاق، الصوت الأحمق، الصوت الفاجر، صوت الشيطان، مزمور الشيطان، السمود، وما استوحوا أكثر أسمائه إلا من خلال آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. وأظن أن في هذا الاستشهاد بالآيات القرآنية كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأحاديث والآثار الواردة في تعليم القرآن، استشهدنا بالقرآن في تعليم الغناء، استشهدنا القرآن، الآن نستشهد بالأحاديث. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع القينات أي المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وثمنهن حرام. أخرجه الترمذي في سننه. فتأمل كم لنا في حياتنا من مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ينهانا عن هذا المنكر ولكننا لا نرعوه. فهذه سوق المغنيات عندنا رائجة وسلعتها مطلوبة وفي بيوتنا وقلوبنا محبوبة، وكم تخرج علينا من صحف مأجورة تسيرها أياد يهودية صليبية ماسونية خبيثة لتبث الفساد في ربوعنا وبين أبنائنا وبناتنا. فلطالما سمعنا من يخرج علينا ويقول بصوت عال مسموع مكتوب يروج له ويردده الببغاوات من المفتونين والمفتونات، يقول: إن الأغنية في البلاد العربية قد ضعفت، ولا بد من بعثها وإعادتها إلى الحياة، ولا بد من تشجيع المغنيات وأهل الرقص والعبث لينهض بهن صرح الأمة، لينهض بهن بالمغنيات والمطربات، لينهض بهن صرح الأمة. نعم هكذا يقولون، ولقد قرأت هذا المقال وكثير أمثاله في كثير من الجرائد السيارة والمجلات الدوارة، وسمعت الكثير منه في الإذاعات وشاشات التلفزة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يريدون بذلك أن يميتوا عزيمة الأمة وأن يخدروا روحها المتوسبة للمعالي لتنشغل بالسفاسف وتقفل أبواب القلوب لوجه آيات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يريدونه ومن أجله يخططون.
ولله در يزيد بن الوليد حينما صرخ في قومه صرخة العاقل المشفق فقال لهم يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة وينقص المروءة وإنه لينوب عن الخمر وإنه لمسكر وإن كنتم لابد فاعليه لابد لابد فجنبوه النساء لأنه داعية الزنا. وذلك لأن المرأة سريعة الانفعال بالغناء فإذا انفعلت بالغناء صار انفعالها من وجهين انفعالها بالصوت والانفعال بالمعاني التي بالغناء. ولأن المرأة سريعة الانفعال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش ذاك العبد الحبشي الذي كان يحدو للإبل في الطريق حتى تزرع فقاله رويدا يا أنجش رفقا بالقوارير. لأن الله طبع عاطفة المرأة في أعماقها لتؤدي مهمة جليلة في تربية الأجيال فإنها تتأثر بدافع من عاطفتها. لذلك قال العلماء وقد عرف القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل إذا دعاها إلى الحرام أو أرادها إلى السوء فإنه يسمعها الغناء والكلام الطيب الغزلي فإذا ما أسمعها الغناء لانت ولا نطبعها. وهذا إذا كانت المرأة يغنى لها فكيف إذا كانت هي من يغني ويتمايل ويرقص كما تتمايل أغصان الشجر هزتها الريح من كل جانب فأزعجت سكينتها فإذا بها لا قرار لها بل هي في وادي الشهوات تهيم حيمانا أعمى. وأخطر ما خرج على أمتنا في الفترات الأخيرة ما يسمونه فيديو كليب هذا الذي يعني ليس وراءه إلا كلاب الأعراض وكلاب الشرف وكلاب النخوة تلك الأغاني المصورة والمبرمجة والمخرجة بإخراج عال يكشف السوءات والعورات ويعزف على كل وتر للشهوة في أعماق كل فتى وفتاة وشيخ وكبير حتى صار يشتكي إلي الشباب الملتزم من أبنائنا يشتكون العار الذي دنس آباءهم وهم في أرض العمر وهم الذين ما عادوا يطيقون إلا متابعة هذه الأغاني المصورة وهذه الأغاني التي تثير الغرائز والشهوات. وكم من مشكلة أثيرت في دار مسلم وكم من قضية قامت وما قعدت من أجل أن الشاب الفتى الذي ضبط نفسه بضباط العفاف والتقوى نهى والده عن متابعة هذه الأمور ونهى من يكبره عن متابعتها فقامت قيامتهم وإنهم حاربوا أبناءهم حربا شديدة لشدة تعلقهم وعشقهم بهذه المواد الخبيثة المسمومة التي فتنت كل قلب والتي أسرت كل نفس. أيضا من أدلة التحريم في الحديث ما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره وفاضت عيناه فقال عبد الرحمن أتبكي وأنت تنهى الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال إني لم أنهى عن البكاء وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. هذا الذي نهيت عنه إني لم أنهى عن البكاء وصوت البكاء ونشيده رحمة وعاطفة على الأحباب الذين يموتون أو بدواعي الفرح أو بدواعي الحزن والألم والضيق. قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. أخرجه الترمذي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ونظمت فيه أشعار حربية فاضطجع على الفراش وحول وجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرها
يعني أقر عائشة على ما كانت تفعل، لأنهما جاريتان صغيرتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان أيضا يوم عيد يوم سرور، فتوسع حزب الشيطان في ذلك مستشهدين بهذا الحديث إلى صوت امرأة أجنبية جميلة أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مع التصفيق والرقص، وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان. حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جاريتان صغيرتان طفلتان تغنيان بكلمات حربية عند السيدة عائشة وكانت أيضا صغيرة السن في يوم عيد، فترخص مع أنه لم ينكر على أي بكر حينما قال مزمار الشيطان عنه، ولكن راعى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ورخصة ويعني أجازة ما ثم أخرجتهما السيدة عائشة. فبعض الناس يريدون من خلال هذا الحديث أن يجوزوا غناء النساء وغناء الشباب والمعازف والملاهي وهذه الصور المنكرة التي نراها في ليلنا ونسمعها في نهارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقلة، وذكر الله ينبت في القلب الإيمان كما ينبت الماء البقلة. وقال الحسن البصري صوتان ملعونان مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. فالمزمار هو ما نراه من الحفلات الموسيقية وحفلات المغنين حينما يعقدونها في أعراسهم وأفراحهم ومناسباتهم المستحسنة. وقال أبو بكر الهذلي قلت للحسن أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم، هذا في زمن التابعين، قال لا، ولكن ها هنا خمش وجوه وشق جيوب ومزامير شيطان. أي ظهر في نساء التابعين خمش الوجوه لما يموت لهم ميت مع شق الجيوب، ومزامير الشيطان أن يتساهلوا في سماع المعازف، وهذا ما كانت تفعله نساء السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهما. صوتان قبيحان فاحشان عند نعمة إن حدثت وعند مصيبة إن نزلت. ذكر الله ذكر الله المؤمنين فقال والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وجعلتم أنتم في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النعمة والنائحة عند المصيبة. لعل معترضا يعترض فيقول ولكنك استشهدت بأقوال الصحابة والتابعين وهي مما لا يرتقي إلى مستوى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب جواب أهل العلم المتمكنين، الجواب ما أجاب به الإمام ابن القيم رحمه الله فقال قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين هو حديث مسند، أي حكمه حكم الحديث المسند. وقال الحاكم في موضوع آخر من كتابه أي المستدرك هو عندنا في حكم المرفوع، أي قول الصحابي الذي شهد الوحي هو عندنا في حكم المرفوع، أي في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما قاله الصحابي والمرفوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قول الصحابي عندنا حكم وحكم مرفوع، أي حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الشك ويثبت اليقين. ولقد عجبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخصون الغناء بخصيصة إنبات النفاق في القلب. ولعل نسأل ما سر هذا التوافق والتشاكل والتناسب بين الغناء والنفاق؟ فوجدت العلماء يفسرون أقوال الصحابة تلك بتفسير عجيب، فيقولون فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينه من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفاف ومجانبة الشهوات وهي شهوات النفس، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها
ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو الخمر رضيع لبان وفي تهيجها على القبائح فرسارهان، فإنه الغناء صن الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه. عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ، وهو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على السرائر والأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل والمرأة وعليهما سيما الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمعا الغناء ومالت إليه قلوبهما نقص عقلهما وقل حياؤهما وذهبت مروءتهما وفارقهما بهاؤهما وتخلى عنهما وقارهما وفرع بهما الشيطان وشكا إلى الله الإيمان وثقل عليهما القرآن. ولقد صدق الخبير به من أهله حيث قال، الخبير بالغناء من أهله حينما قال: أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راحي، فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي، إذا نادى أخ اللذات فيه أجابا له حي على السماح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. هم أدرى بأنفسهم وقد أكدوا حقيقة ما قال علماء. أيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاة، وقل أن تجد مفتونا بالغناء أو مغنيا إلا وهذا وصفه. وكذلك فإن النفاق مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه، وذلك عن النفاق. أيضا النفاق غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك. أيضا المنافق يفسد من حيث ظن، يفسد من حيث ظن أنه يصلح كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين. والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات، والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن أصوات المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. أنا أراد أن أتوسع في هذه المسائل الدقيقة والرائعة والجميلة، أنصح بالعودة إلى كتاب إغاثة اللهفان من نصائد الشيطان. حكم الأئمة الأربعة في الغناء. إذن أتينا بأدلة من القرآن، أتينا بأدلة من الحديث وسيأتي غيرها وهو أقواها، والآن أقوال الأئمة الأربعة وما حكموا في الغناء. وللأئمة الأربعة بعد قول الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حكم نابع من فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء ما نصه: فأما نقل المذاهب أي في الغناء، فقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل على أنهم رأوا تحريمه أي الغناء. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صفحة 268. أولا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، ومذهب الإمام أبي حنيفة من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار وحتى الدف حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم قالوا، ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، أي على المسلم أن يجتهد أن لا يسمع الغناء ولو أن يضع أصابعه في أذنه. وقال أبو يوسف من أئمة الحنفية: في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي، قال: أدخل عليهم بغير إذنهم وانههم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس عن إقامة الفرض. لشدة تقبيع هذا الأمر قال: تدخل على بيت فيه السماع منكرات معز، تدخل بغير إذن
وتنهى عن هذا المنكر الخبيث. الإمام مالك رحمه الله أشار الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء إلى قول مالك في الغناء فقال: وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها، وهو مذهب سائر أهل المدينة. ولما سئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من غناء قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقد سأله تلميذ ابن قاسم مرة عن الغناء فأجابه قائلا: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ لا. فإذا ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما أحسن جواب الإمام وما أعظم فقه مالك، فإنه إن لم يكن الغناء حقا فهو باطل، وهل من عاقل يقول الغناء حق؟ وهكذا يبين أئمة الإسلام وفقهاؤهم حكم الإسلام في الغناء من خلال ما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحرموه تحريما أكيدا، وفسقوا من يتناوله ومن يدعو إليه ويشيعه بين الناس، ومن فسقه الأئمة فيكفيه أن شهادته ترد ولا تقبل، وأنه يكون موتور المروءة مسلوب الحمية لدينه وربه، وناهيك بها معرة وإثما. الإمام الشافعي قال الشافعي رحمه الله في كتاب آداب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. فهذا عالم قريش الذي طبق علمه الأرض محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يحكم على الغناء بأنه لهو له حرام، إلا ما خص الشارع منه كالرماية والسباحة ونحوها، وألحقه ألحق الإمام الشافعي غناء ألحقه بالباطل، والباطل حرام، حرام قوله وسماعه، وشبهه بالمحال، والمحال ممنوع شرعا. ونتيجة لهذا الرأي الحكيم إن الغناء حرام إلا ما خص الشارع منه، وإن المكثر من الغناء أو الاستماع إليه فاسق سفيه غير راشد، والفاسق ترد له الشهادة والسفيه يحجر عليه، وكفى المغني والمستمع لهذا خزيا وعارا. وقد صرح أصحاب الشافعي العارفون بمذهب تحريم الغناء، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التنبيه صفحة 123 باب الإجارة قال: ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء وحمل الخمر، يعني ما تقدر تستأجر إنسان تدفع له مالك يأتي يغني لك، هذا حرام بالاتفاق. وقال أيضا الشيرازي في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميت والدم، أي الغناء. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمن كلام الشيخ أمورا، أحدها إن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة، ثاني إن الاستئجار عليها باطل، الثالث إن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضا عن الميت والدم، الرابع أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، الخامس أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات له حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفستاق وشاربي الخمر. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وهذا إمام أهل السنة والصابر في المحنة، يزيد الوضوح في هذا المر في هذا الأمر ويجلي ما غمض منه، ومن المنصوص عليه في كتب الحنابلة كسر آلات اللهو والطرب كالطنبور وغيره إذا رؤيت مكشوفة وأمكن كسرها، لأنها من المنكر الذي يجب تغييره وإزالته، بل قد نص على أنه لو علم أن هناك آلة مستورة تحت ثوب لكشف عنها وكسرت. وقد كان الإمام أحمد يحرم الغناء، وقد سأله مرة ولد عبد الله عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. ولفظة لا يعجبني عند الإمام تفيد التحريم، هذه من قواعد الحنابلة. وبعد، فهذا حكم أئمة الإسلام في الغناء أشد وضوحا من الشمس في ربيعة النهار، وهو لا يحتاج إلى تعليق. وهل يليق بالجوف الذي يدخل إليه كلام الله أن يمر فيه كلام الشيطان؟ ذلك في شرعة الحق ونظر أهل الحق لا يجوز، لكن وحسرة على المسلمين كيف ضيعهم الشيطان في متاهات أبعدتهم عن الطريق وأخذتهم إلى بنيات الطريق. والشاعر يقول: فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. فيا أخ الإسلام،
ويا أخت الإسلام، هل تريدون نورا أشد ضوءا من هذا يجلب ويضيء ردهات النفس بأنوار المعرفة بالله وحبه وحب كتابه، ويحقنها بكره الغناء والبعد عنه وعن صحبة رفقة ألقى الشيطان عليهم رواقه فأغشى أبصارهم وأعمى أفئدتهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون؟ وإذا كان قلبك يا أخي، وإذا كان قلبك يا أختاه قد اطمأن وأصابه من واب الوحي ماء غدق يزيل جفاف الشك والحيرة من أرضه، فهيا لنطل على آثار يخلفها التعلق بالغناء في حياة الأمة والأفراد، لعلنا نحذر منها أو نهدي إلى سلامة بإذن الله تعالى. إليك أخي، إليك أختي، فتأملوا وتدبروا عقوبة إدمان الغناء ونتائجه. ونحن نضع أقدامنا على عتبة بعد عتبة من سلم موضوعنا، نقول لكم كما قال الشاطبي رحمه الله في بداية كتاب الموافقات، كلمات نيرات اسمعوها، يقول: بعد أن انتقلنا بك من الطريق السابل على الظهر، وخطبنا لك عرائس الحكمة، ثم وهبنا لك المهر، فقدموا قدم العزم، فإذا أنتم بحول الله قد وصلتم، والبسوا التقوى شعارا والإنصاف بثارا، لتنصفوا هذه النفس وتخلصوها من حظها وحظ الشيطان، مرددين كلمة البوصيري وهو يقول: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، كم حسنت أي النفس لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم كالدسم، والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فانزعوا عن قلوبكم ثياب التعلق بالغناء، فإن في كلام الله لكم غناء يرفع النفوس ويزكي الأحاسيس ويحلق بالهمة نحو الآفاق العالية، ليجعل لكم نصيبا من نصيب عظماء الملكوت الأعلى. نفهم هذا المعنى وإياكم من قول حفظناه يقول: من علم وعلم وعمل دعا في ملكوت السماء، دعي في ملكوت السماوات عظيما. وإن القلب الذي أشرب عقيدة الإسلام لا مجال له لأن يله أو يعبث، فإنه قد ودع له وفارق العبث يوم أن عرف أن له ربا هو الله، وأن له دينا هو الإسلام، وأن له قدوة وزعيما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفق على هذه الأمة، فيبين لها في حديثه التحريم لهذا العبث الشيطاني، كما يبين لها في هذه الأحاديث ما سيجره التعلق بصوت الشيطان عليها من نكبات. اسمعوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذا يقول: بأبي وأمي وروحي هو، وقوله القول الفصل في هذا الموضوع تحريما. أخرج البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة الماشية، يأتيهم لحاجة فيقول له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم أي الجبل أي يدك الجبل عليهم، ويمسخ آخرين قرد وخنازير إلى يوم القيامة. وقد مر معنا شرح الحديث في القسم الأول. وأخرج ابن ماجة في سننه بسنده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قرد وخنازير. وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن سالم بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله متى؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات أي المغنيات، واستحلت الخمرة. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الفيء دولا والأمان مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أبه، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره،
وظهرت القينات أي المغنيات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. الله أكبر الله أكبر. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قيل فما بالهم؟ لماذا مسخ قردة وخنازير؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات أي المغنيات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وأخرج أحمد في مسنده الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب. انظر كلها أمتي من الأمة أمتي. يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قرد وخنازير ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فينسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات أي المغنيات. والآن أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة لنعد فنلقي نظرة سريعة على هذه الأحاديث النيرة التي يقبس من مشكات النبوة ينير الدرب للسالكين نظرة متعظة معتبرة تنقل صاحبها من صحبة الشيطان إلى رحاب الرحمن فتبرئ القلب والوجدان والشعور والإحساس والتصور والسلوك ومنهج الحياة الكامل من الأباطيل أباطيل الشيطان ومن صوته الذي هو أبطل الباطل الذي هو الغناء ليدنو بكله إلى منهج القرآن فيروي منه روحه ويملأ منه جوفه يحفظ ويقرأ ويردد فإذا بالقرآن يصير شعارا وأوامره تكون له دثارا وكيف لا يكون كذلك وهو يرى ببصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارع الفسق المنحرفين الذين يعكفون على أصنامهم من غناء وشرب وله وكيف لا يكون كذلك وهو يسمع بسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وهبه إياه من خلال حديثه يسمع صراخ المخسوفين المنسوفين بما كسبت أيديهم فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين نتيجة أولئك القوم الذين يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف فإذا بها نتيجة مرعبة رهيبة جبل بكامله يتحول من مكانه فيندك على رؤوسهم ويطمرهم تحت صخوره وترابه وليكونوا عبرة وعظة كما كان الأقوام الذين سبقوا ممن تناولهم عذاب الله من قريب فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم فهذه جعلها آثارا للذين يتفرسون ويعتبرون لمصارع الغابرين من العاصين وهؤلاء أصحاب الجبل الذين دك الله عليهم الجبل بوقوعهم في المنكرات ومنها الغناء وعرفناهم عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتسع التهديد وتتنوع العقوبات لهؤلاء الذين أدمنوا المعاصي وتغذوا على موائدها فصارت لهم سمة ظاهرة ففي الحديث الأول كانت العقوبة دك الجبل عليهم ومحقهم تحت الحجارة والتراب ولكن الوتيرة هنا ترتفع في الحديث الثاني ارتفاعا هائلا فبينما هم مغرمون غراما لا ينفك بالخمر والمعازي والزنا إذا بالأرض تتحرك حركة عجيبة فتخرج عن مألوفها إذ جعلها الله ممهدة مستوية تحملهم على ظهرها فتكون لهم فراشا فإذا بها تنخسف وتنشق وتبتلع بعضهم ويتحول البعض الآخر منهم قردة والبعض خنازير. إنها وصمة عار وشنار لهؤلاء الملوثين وكأن الأرض قد استكثرت تلويثهم لها أو وجود ملوثين على ظهرها فأبت إلا أن تستجيب لأمر خالقها فتتطهر منهم ليغوصوا في أعماقها عبرة بالغة للمعتبرين وكأن بقاءهم على صورة البشر فيه حط من كرامة البشرية فأراد الله أن يطهر بشرية منهم بأن حولهم إلى حيوانات لينتهوا إلى أتعس نهاية لأنه من المعلوم أن الممسوخ لا يعيش بعد مسخه إلا أياما إلا ما شاء الله ثم نمضي
وقد خلفنا هؤلاء تبتلعهم الأرض ونحن لا نلتفت وراءنا لعظم ذلك العقاب المرير. فإذا بحرارة الأخذ الإلهي للعصاة ترتفع وتزداد وتبلغ الذروة من خلال ما تلا الله من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بنا نبصر هؤلاء وهم في حاناتهم منكبون يتعبدون ويتحنثون لآلهتهم وقد سكروا في طربهم وانتشوا بخمرتهم فضاعت وعميت منهم العقول. فإذا بالأرض تهاجم بأخذهم فتبتلع بعضهم ولا يقف الأمر عند هجوم الأرض. فإذا بالسماء تدخل في الحرب بلا هوادة فتمطر عليهم حجارة مسومة عند ربك المسربين المفسدين المغنين العابثين. أخي الحبيب لو لم يكن أن القول على الحقيقة ولو كان هذه الأقوال كانت بمجرد التهديد والوعيد لكفى بها أثرا بالغا ترتجف منها القلوب وتنفر النفوس من هذا الذنب القبيح الذي يستحق هذه العقوبات الموعود بها الغناء والمعازي. فكيف وهذه الأحاديث كلها على الحقيقة وستنفذ سيندك الجبل ستبلع الأرض سيمسخ أقوام قردة وخنازير. وأسأل الله أن لا يكون في زماننا هذا من يظهر فيهم ذلك. أسأل الله أن يجيرنا من هذا مهلا يا هذا فلا يصيبك الفزع ونحن ننتقل معك إلى عقاب جديد فيه زلزلة وخسف ومسخ وقذف. وليس هذا فحسب بل وآيات قارعات تتتالى على رؤوسهم حيثما التفتوا صب عليهم العذاب صبا إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. عذرا فقد نسينا الريح الحمراء وإن كانت قد ذكرت في أول الحديث فقد أذهلنا معك هذا العذاب الرهيب. ثم نمضي ونحن نضع أيدينا على قلوبنا فزعا ووجلا خشية أن يصيب هؤلاء القوم ونحن معهم لا ننكر فيأخذنا المصاب معهم. ألم تسمعوا القصة التي رواها ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مختلف الحديث؟ اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. قال حدثني رجل من أصحاب أخبار أن المنصور خليفة سمر ذات ليلة أي سهر فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكان همهم من عظيم الملك وجلالة قبره قصد وإثار اللذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخطه جهلا منهم باستدراج الله تعالى وأمنا من مكره تعالى. فسلبهم الله تعالى الملك والعز ونقل عنهم النعمة فقال له أي للمنصور الخليفة العباسي قاله صالح بن علي يا أمير المؤمنين إن عبيد الله المروان من بني أمية لما دخل أرض النوبة هاربا في من اتبعه سأل ملك النوبة عنهم فأخبر فركب إلى عبيد الله بن مروان تكلموا بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده أي رحله ملك النوبة رحل عبيد الله بن مروان. فإن رأى أمير المؤمنين المنصور أن يدعو بعبيد الله بن مروان من حبسه لحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال عبيد الله بن مروان قال يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة أي أرض مصر لأثاث سلم لي فافترشته بها وأقمت ثلاثا فأتاني ملك النوبة وقد خبر أمرنا تسمعون الغناء وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. فأطرق ملك النوبة مليا أي طويلا وجعل يقلب بيديه وينكت في الأرض ثم قال ليس ذلك كما ذكرت يا ابن مروان بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وركبتم ما عنه نهيتم وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم ولله تعالى فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم وإنما الضيافة ثلاث فتزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن بلدي ففعلت ذلك. ملك النوبة الغير مسلم يجيب بهذه الأجوبة ويبين أن ما جرى على الأمويين و كيف سلب الملك منهم وكيف ذلوا بعد عز بسبب استحلالهم ما حرم الله وذكر منها الغناء. هذه سنة الله في العقاب أن يعم إذا نزل إلا لمن كانوا من الآمرين بمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء استثناء حق على الله تعالى وما يخوفنا أكثر أن نعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يحل بهم هذا العقاب والدمار إنما هم من المسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله وكأننا نراهم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في بيوت الله ويركعون ألم يقل ويصومون ويصلون ويحجون
وإما يوضح لنا الصورة أكثر ويجعل الخوف يبلغ فينا مداه، أنهم حينما سألوه فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله؟ وسكتوا عند ذلك. الصحابة حينما حدث النبي عن أقوام سينسخ ويخسر بهم ويقلب قردة وخنازير، الصحابة اندهشوا قالوا أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وسكتوا عند هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام زادهم بيانا وتبيانا من حاله فقال بل ويصلون ويصومون ويحجون، كأنه يتحدث عن أبناء زمينه هذا أبدا، حتى كأن نبصرهم رأي العين. إنهم هم الكثرة الكافرة من الذين يدعون الإسلام ولا يعرفون منه إلا رسمه، الذين يتوافدون على بيوت الله لكن بيوتهم تعج بالغناء والعبث ليلا نهارا من خلال أجهزة الإعلام وأجهزة الطرب وأشرطة الكاسيت الماجن، وقد ملئت بالقينات والمزامير بيوتهم تصدع عليهم جهارا نهارا. فلما سألوه عن سبب تدميرهم، أي الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التدمير، إذا به يقول إنهم اتخذوا المعازف والدفوف والقينات. وإننا لنقف أمام هذا الحديث فنجدنا نطيل أمام الوقوف، لأنه يبين حالة يقيم الكثير المسلمين عليها وهم في اطمئنينة وأمن، وكأنهم قد تركوا سدى أو قد خرقوا عبثا ويتبادروا إلى الذهن المكدود وهو يمضي يجلي العبرة من أحوال هؤلاء. فإذا به يقف على حقيقة عجيبة يلتقطها من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي مفادها أن ما أصاب هؤلاء العابثين من هذه الأمة والذين نراهم بين ظهرين الآن من نساء ورجال هو نفس المصير الذي أصاب يهود الأمة المنكودة. وهذه مصيبة أخرى، ودا هي أدهى أن ينتبه الإنسان فيجد أن في هذه الأمة يهود. وقد لا نكون مجانبين الصواب ولا مغادرين إذا قلنا عنهم استنادا لفهم فهمناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهود هذه الأمة بفعلهم وسلوكهم وانحرافهم ورفضهم لنذير قص عليهم قصص الغابرين من أمة يهود، والذين قال عنهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناهم نكالا، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولكنهم يأبون أن يستمعوا أو أن يتعظوا ليحق فيهم قول الله تعالى أم على قلوب أقفالها. وبناء على ذلك نقرر إن كل من تعلق بمزامير إبليس وصوته ورجيله وخيره وإن كان من هذه الأمة إلا أن نقول له إن لك نسبا وأصلا متصلا بأمة يهود، لأنك تقمصت على بعد في الزمان والمكان أخلاق هذه الأمة المطرودة من رحمة الله تعالى. فهي أول أمة رقصت حول العجل لما اتخذوه إلها من دون الله، وهذه مصارع اللاهين العابثين واضحة أمامك، فهل تسرع إلى الاعتبار؟ لنقرأ وإياك قول الله الجامع فيهم إذ يقول فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق. ونريد أن نقول ختاما لتبصرنا بأحاديث النبي النذير البشير صلى الله عليه وسلم، لو أن عالما بعلم طبقات الأرض جاءنا وقال لنا نتيجة لأبحاث أجراها ودأب عليها لطبقات الأرض، قال لنا هذا العالم المتخصص في علم طبقات الأرض قال أن الأرض سوف تتشقق بكم، وأن السماء سوف تمطركم بوابل من حجارتها، وأن الزلازل والبراكين سوف تحيط بكم من كل مكان، فاحذروا واخرجوا من بيوتكم إلى الأرض الفضاء لعلكم أن تنجوا وما أظنكم ناجين. لله عليكم، هل يستطيع أحد منا أن يكذبه وهو بشر يخطئ أبحاث وتصيب؟ فكيف بنا إذا كان المحذر هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ولا أظنني أحتاج إلى إجابة على هذا التساؤل، فهو يجيب بنفسه. ولا يزال في النفس شيء أريد أن أقوله في هذا الوقوف عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إذا أصاب العقاب العصاة والمنحرفين إلى صوت إبليس فتزلزلت بهم الأرض وتفجرت من حولهم البراكين وأمطرتهم السماء بشواظ من نار ودخان ودكت عليهم الجبال، فهل سيبقى مما بنوه وشيدوه شيئا أم أنه هو الآخر سيكون هدفا للتدمير والانهيار؟ ويا لها من خسارة فادحة تجربها المعاصي الإنسان فتدمر كيانه وتدمر عليه حضارته وبنيانه. والآن أعتقد أنه آن الأوان لنا أن نخاطب كل مسلم ومسلم فنقول ترى مع من تكونون؟ أمع أهل القرآن وجنوده أم مع الهالكين المزلزلين المخسوفين الممسوخين المقذوفين الذين قصت علينا أخبارهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظنكم بعد كل هذا ستسلكون سبيل الحق كما قال سفيان الثوري اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. وأعتقد أن الرشد قد ساب فيكم إلى مكانه يا أبناء أمتي، وإن الحق عندكم قد بان، فتعالوا إذن لنبين في عجالة واختصار ما يسبب هذا التعلق والغرام.
وهذا التعلق والغرام بالغناء الفاحش المتبرج من نتائجه انه يجعل من يتعلق به عبدا خاضعا لغير الله، بل يجعله عبدا لبشر مثله كعبودية ذلك الشاعر لمعبودته، اذ يخاطبها فيقول لها تحت أسنة الحرام: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فهي عبودية كالحة وذل ذليل. وقد تعجبون من هذا وتقولون: واين العبودية؟ فاسارع اذكر من غناء العابثين ما يثبت ذلك، اذ يقول واحد ممن يغنون بلا حياء ولا وجل ولا خجل من رب الارباب والمعبود بحق، يقول فيعلن عبوديته على الملأ: احب حبيبي واعبد حبيبي. فهي اذا عبودية نخشى ان تصيبكم بذلها وقهرها او تحيطكم بقيودها فترصفون مسجونين بين جدرانها، وان لكم الفلاة منها ان لم يتدارك الله برحمته. وايضا ان هذا الغناء الذي يجلجل بين ردهات كثير من البيوت العابثة بل والبيوت المسلمة بلا رقيب ولا حسيب، يخالف في مضمونه تصور الاسلام عن الحياة، اذ يجعل الحياة كما يريد لها الشيطان ان تكون ليست اكثر من الدنيا كأس وسيجارة. فاذا كانت الدنيا هكذا لا كما يقول عن الاسلام ان الدنيا مزرعة الاخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، فليتهالك عليها اذا اهل الدنيا قبل ان تفوتهم، فهي الفرصة الوحيدة. إذا مرت وانقضت فقد انقضى كل شيء، ولا بد قبل أن ينقضي كل شيء أن ينهل منها الكأس حتى الثمالة، وأن يعب منها عبا سواء كان بالحلال أم الحرام. فهذا كله عندهم سيان، وهذا المفهوم هو مفهوم الملحدين الذين ينكرون أن هناك تحول إلى الآخرة وأن هناك ثوابا وعقابا، وهكذا يريدون من خلال الغناء أن يتفلت الناس في هذه الدنيا كالحيوانات، ينزو بعضهم على بعض، يأكلون كما يشاءون ويشربون كما يشاءون ويفعلون ما يريدون بلا رادع ولا واجع. وبعد كل ذلك وعود على بدء. يا أيها المسلمون، هل سمعتم بل هل رأيتم؟ فهل تبنوا يا ابن الكرام فتسمع ما قالوا كما راع كما سمع؟ وأخيرا أيها الأحبة، يتساءل البعض: ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ والبديل أيها الأحبة أمور كثيرة. ما هو البديل عن الغناء؟ أولا آيات كلام الله بأصواته الندية بالأصوات الجميلة التي تقرأ وبشكلها الصحيح المنضبط بقواعد تجويدها. ما أكثر المقرئين الذين يتجمل القرآن بأصواتهم، فإذا جعلت هذه الأصوات التي ترتل كلام الله سبحانه وتعالى هي محل الغناء ربحت ثم ربحت ثم ربحت. ثانيا الأناشيد الحماسية والجهادية التي تحث الإنسان على الفضيلة وتقوي في نفسه وازع الدفاع عن الدين والوطن، وهذه فيها غنية تعوض وتسد فراغا في نفسه قد يتسلل إليه صوت الشيطان فيستقر فيه. وما أكثر انتشار هذه الأناشيد اليوم، وأسهمت هذه الأناشيد في تأجيج جذوة الحماس والدفاع عن النفس والعرض والدين والوطن، وكانت رائدا لكثير من الأمم وهي تزحف نحو ذرى المجد والسؤدد، وإذا زاولها الإنسان وجد فيها راحة لا يشوبها شعور من الحرام أو الإثم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد ويرتجز مع المهاجرين والأنصار في حفر الخندق فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان المسلمون يرتجزون وينشدون في معاركهم ما يحرك أشواق النفوس ويصلها بالله فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فارددهم اللهم خاسرين. وقد مر معنا سلفا ما كان عبد الله بن رواحة ينشده وما كان جعفر يردده من أشعار تقود النفس وتأخذ بخطامها إلى التقدم والهجوم متشوقة إلى رياض الجنة وأطيارها وأزهارها، ففعلت فيهم تلك الأناشيد بعد اليقين الذي وقر في قلوبهم بالله ثم تعلقهم بالشهادة في سبيل الله ما جعلهم يستهينون بكل صعب ويبذلون كل غال وثمين ابتغاء مرضات الله وابتغاء الفوز بالجنة. ثالثا ما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم من قصائد شعرية جميلة رائعة فيها مدح له لا يخرج عن حدود الحق والشرع، كما في قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى ابن سلمى التي مطلعها: بانت سعاد قلب اليوم تبول متيم يسرها لم يهد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، وقد علمت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى آخر قصيدته.
فلما أن انتهى من إلقائها نزع النبي صلى الله عليه وسلم بردته ووهبها له، وقد كان توعده صلى الله عليه وسلم بالقتل فعفى عنه وأكرمه. وكذلك الشعر الصادق سحره حلال وبيانه جمال، يأخذ بالنفوس فتنتشي طربا بالحلال. ورابعا أيضا ما قيل من حداء جميل يتجنب الفحش والمجون وينصد نسجا فيه شجون. ولقد كان حاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبله يشدو فتنشد إليه النفوس وتهفو إلى سماعه الأذان، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشه رفقا بالقواريز. ويتبع ذلك كل شعر نظيف طاهر فيه عبوبة يضاف إلى قائمة البديل الذي عوضنا الله به عن غناء الماجن الفاحش، ويستطيع الإنسان أن يعوض نفسه فيه ما يجعله تتندن وتنشط وتروح عن نفسها. وما أحله الله فهو الحلال، والزلال الذي لا تشربه شائبة من شك أو انحراف، ولعل فيما ذكرناه عوضا يغني عن تتبع مزمار الشيطان والكلف به، يستطيع الإنسان أن يحبره بصوته تحبيرا فيكسب حلاوة وجمالا ونغمة تجد لها الأرواح، كما قال أبو موسى الأشعري وقد كان يقرأ القرآن فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته ورتلته، وفي رواية لحبرته لك تحبيرا. والآن فأين أنت من هذا الزاد؟ وأين أنت من هذا الغناء العذب الحلال الذي يغذي الأرواح ويهذبها ويصمو بتصوراتها؟ وقد أصبحنا بحاجة إلى نماذج من النساء والرجال تتعلق قلوبهم ونفوسهم بالقرآن ليكون شدوهم وغناؤهم في الطريق إلى الله، لعل فجرنا بالقرآن أن يغسل الظلام فتطلع منه نساء كتلك النساء اللواتي كانت إحداهن تقف لزوجها بباب البيت إذا أراد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، فتثير فيه الحماسة وتقول له إن تقبل نعانق ونفرش النمارق أو تدبر نفارق صراط غير وامق. وليس ذلك بالمستحيل إن حاولنا الارتفاع وهممنا بالصعود وتشبهنا، كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. وآخر المطاف هذا الحديث العجيب الغريب وهو مسك الختام يبين ويوضح خلاصة هذا الأمر عن صفوان بن أمية. إن عمرو بن قرة قال كتبت علي الشقوة فلا أرى أرزق إلا من دفي، فأذن لي في الغناء من غير فاحش يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان مغني يضرب الدف ويغني الناس الغناء المعروف، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسمح له أن يغني في أجواء المدينة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مع وضع الفارق؟ ماذا يمكن أن يغني إنسان في ذاك الزمن إلا أغاني الأعراب وأغاني الغزل النظيفة؟ فكيف لو سمعت كلمات هذا الزمن المفروحة العارية المكشوفة المنحلة الساقطة الهابطة التافهة العارية الممزوجة؟ انظر ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله حلالا واخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك أي بالنهي قبل الآن لفعلت بك وفعلت، قم عني وتب إلى الله، أما إنك لو قلت بعد التقدم شيئا أي لو فعلت ما نهيتك عنه بعد الآن وغنيت ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك ونفيتك عن أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان هؤلاء عصاة أي الذين يفعلون مثل فعله، من مات منهم بغير توبة حشره الله تعالى يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنفا عريانا لا يستتر من الناس بهربه كلما قام صلع. فليسمع المغنون هذا التهديد وهذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم دنيا وآخرة. ولو رجعنا نستخرج ما في هذا الحديث من أمور تدمغ المغني وتذم فعله لوجدناها كثيرة. أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إذنه للمغنين بمزاولة هذه المهنة الملوثة الخبيثة، والنهي يقتضي التحريم. ثانيا جعلهم في عداد الكاذبين إذ قال له كذبت. ثالثا وصفهم بالعداوة لله إذ قال له أي عدو الله، وتلك مصيبة العمر أن يعادي الإنسان ربه. رابعا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأكلونه من رزق هو حرام، وكل جسد نبت من حرام فالناقول به.
خامسا قوله له قم عني فيه طرد وحرمان له من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم بها من شقاوة. سادسا عقابهم الطرد الموجع لأنهم يفعلون الغناء بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد حذر منهم وقال وحذر وقاله لأنه إذا عاد بعد النهي فسوف يضربه ضربا وجيعا وهذه إهانة وما بعد إهانة. سابعا والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بنصه أن تحلق رؤوسهم لتحقيرهم لفعلتهم هذه. ثامنا وهددهم هدده أي المغني بالنفي عن أهله وذلك نوع من العقوبة يطالهم لأنهم مصرون على ذلك. تاسعا وهدده أي المغني بأن يجعل ماله وما عنده نهبة لفتيان المدينة من الفساق من أمثاله وهذا فيه نوع من الإذلال له حتى لا يعود لفعله وهم معه في الحكم سواء لأنهم يقيمون على منكرهم ومعصيتهم فحق عليهم ذلك. عاشرا وتوعد من مات منهم أي المغنين يوم القيامة بغير توبة أن يحشر عريانا مخنثا وذلك نوع من الخزي بين الخلائق المشين. حادي عشر وأن يكون جزاؤهم أيضا أي المغنين أنه كلما قام أصابه الصرع والجنون جزاء بما كسبت يداه نكالا. ذلك ما لاح لنا من تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المغنين فليحذر الذين يتابعونهم أو يتعلقون بهم أن يصيبهم ما حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على نعمة الهداية والوقاية والإيمان ونسأل الله الثبات وأن يطهر بيوتات المسلمين ومجتمعاتهم من هذه الرذيلة المنكرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. أما الإجابة على الأسئلة سنرجعها إن شاء الله إلى ما بعد قرون السفر وسأخصص لها يوما خاصا أنصرف جزاكم الله عنا كل خير.